بقى جهاز جايب نفس النظام عندك كده، كاتبها لك بالبونت العريض اهو، بال وان دي اس سي ايرور. هدوس كليك يمين، في اجهزه فيها كواكس كنترول على طول اهي، مش جوه البي تي زد، من بره. دوست عليها معايا انا، بس اجيب دي عشان نشوف كويس اهو. دي اللي بتتحكم فيها كانها هي الاو اس دي بالظبط. هدوس كده في النص، هنزل على ايه، على فيديو. فيديو بقى دي اللي فيها تظبيط كل حاجه في الكاميرا، اذا كانت اشاره عايز تقلب اشاره. في كاميرات ساعات بتبقى بالغلط مقلوبه انالوج مثلا، انت عايز تقلبها اتش دي، عايز تعمل فيها اي حاجه معاك اهو، اضاءه تفتح، اضاءه تقلل اضاءه، كل حاجه. دي بس اللي فيها المشكله عندك انها معموله ان تي اس سي. احوط كده كده، انا بقلبها بال كده، قلبتها بال، كتبت لك ايه، بال اتش دي خلاص، والعلامه راحت.